كرمت مؤسسة الوليد للإنسانية والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين بشهادة تقدير ودرع شكر في مقر المؤسسة في الرياض لدعمها المستمر للاجئين السوريين. وتم تقديم شهادة التقدير ودرع الشكر لسمو الأمير الوليد من قبل السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي. وحرصت المؤسسة على توفير المساعدات للاجئين السوريين والأشقاء السوريين تحت الحصار انطلاقا من إيمان سمو الأمير الوليد بأهمية توفير حياة كريمة لكل متضرر.